اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم اتناكم هذا العود الجميل. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السيدر، المضرب من الجوز، والظهر عندنا من الزان والجوز كذلك. خلينا ناخذ نظرة كاملة على العود. هذا هو العود. الزند والبنجق من الزان بالكامل، المفاتيح أبانوس درجة أولى. الزند عياري، من هنا بنقدر نتحكم بالدوسة اللي هو بعد الوتر عن الزند بكل سلاسة، مجرد شد من هنا بتنزل الدوسة. وهذه الميزة أيضا بتحمي العود من التقوس مع مرور الزمن. الأوتار عندنا من اللابيلا دوزان فافا. قياسات هذا العود: العرض 36.5 والعمق 19.5، وطول الزند 19.5 وعرض العظمة 3.8. خلونا نبدا نجري اختبارات مختلفه في هذا العود مثل ما تعودنا دائما. نبدا Thank you.
الى هنا نكون وصلنا لختام عرض هذا العود. خلينا نجي للاختبار الاخير وهو العزف على الفينجر بورد كامل. التوفيق، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.